ترشح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للانتخابات البرلمانية على رأس قائمة الحزب بدائرة تونس واحد، وإن بررته الحركة بأهمية دوره كزعيم سياسي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد، إلا أنه ترشح يحمل الكثير من الرهانات والدلالات ويتضمن رسائل عديدة. هي حركة مرتبطة بالخطوط العريضة للإسلام السياسي الموجودة في المنطقة، عندها رهاناتها وتواجه ضغوطات من عديدة الاتجاهات وتواجه أيضا خطر العزلة. بالتالي راشد الغنوشي يريد أن يبعث برسائل إلى الخارج أنه قادر على أن يكون الرقم واحد داخل البرلمان وأنه وزن أساسي في المشهد وفي اللعبة السياسية ككل في تونس. ترشح الغنوشي يأتي في وقت تحولت فيه خلافات النهضة التي كانت تقال بالأمس همسا إلى حالة اختناق معلنة، كما وصفت ذلك عدة قيادات بارزة في الحركة من بينها عبد اللطيف المكي. الخلافات توضحت ملامحها في مرحلة حساسة ودقيقة، تقول كل المؤشرات إنها ناتجة عن طموحات الغنوشي السياسية، والذي قرر بشكل فاجأ حتى قيادات الحزب الترشح على رأس القائمة الحزبية تونس واحد مع استبعاد عبد اللطيف المكي عنها. حركة النهضة تواجه معارك داخلية، معارك الأمعاء، معارك الإخوة الأعداء أيضا داخل الحركة. لم يعد بالإمكان يعني إخفاء ما يحدث من الحركة من غضب، من تمرد أيضا، من خروج عن المألوف يعني في طي صفحة الخلافات وال يعني حل هذه الخلافات خلف الأبواب المغلقة. حركة النهضة نجحت سابقا في لملمة خلافاتها، لكن هذه الخلافات بدأت تتحول في السنوات الأخيرة إلى معارك كلامية معلنة بين قيادات بارزة للحركة، وترشح الغنوشي قد يزيد في تعميق هذه الخلافات، وربما تفشل الحركة هذه المرة في السيطرة عليها. يبدو أن المشهد السياسي المقبل سيشهد الكثير من المفاجآت، أولها صنعها الغنوشي بترشحه، مفاجآت من المؤكد بحسب مراقبين أن تكون لها تداعيات على الحياة السياسية في تونس، ولا سيما على أداء البرلمان في نسخته المقبلة. سميحة البغنمي، تونس، الميادين.